شيخ العراق فرس أصيل من مناطق الفرات الأوسط، نال المركز الأول في سباق الفروسية السنوي الذي تقيمه رابطة الفروسية في محافظة ميسان للتعريف بالتراث الشعبي المرتبط بالخيول العربية الأصيلة. اليوم قمنا في محافظة ميسان ناحية المشرح مهرجان السباق الخيول العربية الأصيلة الرابع على التوالي، وهذا السباق الهدف منه إحياء التراث، والهدف منه نخلي الخيل التكاثر ويصير للشباب باهس اذا نسوي لهم مهرجانات وسباقات، وان شاء الله هي هاي الخيل تراث اجدادنا واحنا ان شاء الله نحتفظ بها من خلال المهرجانات ومن خلال خدمه الامام الحسين. ونشكر جميع المشاركين من محافظه النجف ومن محافظه كربلاء ومن محافظه البصره. والله خيولنا ان شاء الله هاي العراقيه كلها خيول اصيله، ما مدغوش دمها، دم عراقي اصيل وما بها مهجن. من ساعتها بشفته والمهجنات والهاي قاعد نعزلهن على صفحة. احنا عندنا قياس من 55 هذا عربي أصيل، إذا أكثر هذا مهجن. ما ندخل بسباقاتنا احنا هنا محافظة ميسان، لأن احنا هاي خيلنا قاعد نحتفظ بها ونحافظ عليها من خلال هذا الشيء. يعني أنا جبتها من محافظات كلها فايز من فضل الله، وهذا الجواد دربته قبل شهرين أول سباق يطب من سلالة نادرة، سلالة عربية عندي مربط وإحياء تراث العربي الأصيل خيول، لأن دثرت هاي الخيول العربية الأصيلة. بس هسا مثل ما تقول رديناها مال أجدادنا. وشاركت فرق من محافظات الجنوب والفرات الأوسط، واستعرض المشتركون مهاراتهم في السباق والقفز والجري لمسافات ضمن مساحات زراعية خصصت لهذا المهرجان. ضمن مبادرات ونشاطات الاتحاد الفرعي للفروسية في ميسان، تقيم رابطة فرسان ميسان الشمالية مهرجان سباق الخيول العربية الأصيلة الذي تخلل عن سباقين. سباق الأول فقرتين العفو، فقرة الأولى هي سباق القدرة والتحمل الخيول العربية الأصيلة، والسباق الثاني هو جمال الخيول العربية الأصيلة. هاي وحدة. اثنين، الغرض من إقامة هكذا نشاطات، حقيقة هذا النشاط الرابع على التوالي خلال موسم 23، الغرض من إقامة هكذا نشاطات وكرنفالات هي إعادة هذه اللعبة المندثرة التي تعتبر إرث وحضارة أجدادنا وبلدنا. هاي وحدة. اثنين، أيضا تعتبر نشاط للاتحاد الفرعي في ميسان للفروسية، وبمشاركة أندية محافظة ميسان التي تعتبر من الهيئة العامة للاتحاد الفرعي للفروسية. وينظم المهرجان في كل عام مرتين، ويتم اختيار المنطقة بناء على موقعها الجغرافي وعلاقتها بالتراث، وبعيدا عن لغة الفوز والخسارة يأمل المشاركون بإحياء تراث أجدادهم وعشائرهم العربية. هذا السباق يدل على تراث أهلنا وتاريخ أجدادنا، هاي خيول عربية أصيلة. كل سنة احنا نسوي سباق، بس أنا عندنا سباقين، عندنا سباق برمضان وعندنا سباق بضحية. سباق يصير طراد 6 كيالو، للفائز الأول جائزة، الجائزة أم سرج أم ميلال أم معنان أم معذار. نحيي ذكر أجدادنا وأهلنا ما ينسي، وتراث أهلنا والحضارة وذكر العراق هذا ما نريد ننساه، وتراث أهلنا. الدعم نريده، والله الدعم نريده. خيل عندنا جاي تموت، لا اكو علاجات، لا اكو بيطره مضبوطه، لا اكو شيء. نريده من عندكم توصلون صوتنا وين ما كان. نريد علاجات لهاي الخيل، ونريد ادويه، ونريد اعلاف، حرامات هاي الخيل الاصيله تندثر. ونشطت في الآونة الأخيرة تربية الخيول العربية والتعريف بها كجزء من التراث الشعبي المرتبط بالعشائر العراقية، ومدى علاقتها مع تلك الخيول للدلالة على الأصالة والشجاعة. لبرنامج صباح دجلة، حيدر الساعدي، ميسان.